القاضي طارق بيطار غير مرغوب فيه، وعم بيتصور التحقيق بجريمة المرفأ كتحقيق مشبوه. وصلت الأمور لحد تهديد القاضي وترهيب أهالي الضحايا، وبلشت الاتهامات تنزل على رأس القاضي من معظم القوى السياسية من دون ما يكون لها أي مبرر. أولاً تسييس. هذا مش قضاء، هذا شغل سياسي. طالما شغل سياسي اسمحوا لنا نحكي كلمتين. اتهم أكثر من طرف سياسي القاضي بيطار بأنه مسيس. طريف أنه هالاتهام عم بيجي من أطراف سياسية ضد بعضها، واشتغلت سنين وسنين ليصير القضاء اللبناني مسيس ولتمنع استقلاليته. بس حتى إذا تجوزنا هالملاحظة الشكلية واطلعنا على لائحة المدعى عليهم بالتحقيق، بنشوف مرحة واسعة من الاتهامات، فيها اللي حليف لحزب الله، وفيها اللي رافع شعار محاربة الاحتلال الإيراني، وفيها التكنوقراط، وفيها أمنيين، وفيها قضاة، وفيها موظفين تابعين لأطراف سياسية متناقضة. ثانياً الاستنسابية. اللي موجود حتى الآن استنسابية وما في وحدة معايير. طيب فيك تفهمنا رئيس حكومة حالي ووزير أشغال سابق، كيف يعني؟ بس ينحكى عن استنسابية بيكون المقصود شغلتين، إنه القاضي بيطار ادعى على مسؤولين وأخفى المسؤولين تانيين احتلوا نفس الموقع، وإنه القاضي عم بيلاحق السياسيين المقصرين وما عم بيدق بالقضاة يلي كانوا شركة بقرار إدخال نيترات الأمونيوم. الغريب بهالتهمة إنه وقت القاضي صوان طلب من مجلس النواب ملاحقة كل وزراء الأشغال والمال من 2013 لليوم، تهم من نفس الجهات بالارتياب المشروع وأبعوه. كل اللي مطلوبين على التحقيق بيعرفوا، وبالتالي الادعاء عليهم منه ما في يقولوا إنه هيدا الشيء في كيدية. لائحة بيطار اليوم مش استنسابية، وبتضم كل المسؤولين اللي واردة أسمائهم بوثائق بدينهم. نواب تحديداً لما قدموا عريضة اتهام بحق الوزراء، وعم بحكي هون تحديداً عن نواب حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل، اتهموا نفس الوزراء يلي مدعي عليهم القاضي بيطار، وما زادوا ولا اسم إضافي. بيطار طلب كمان استجواب مجموعة من القضاة، بس القانون ما بيسمح له يستجوبهم مباشرةً. بيطار طلب الادعاء على 3 قضاة لحديد هلأ، واثنين منهم عم بيخضعوا للتحقيق، وواحد منهم رفض من النيابة العامة التمييزية أن تتابع معه. الامتياز تبع الوزراء بمحاكمة بالمجلس الأعلى هو ممكن، أما امتياز القضاة أنه يتحاكموا بمحكمة التمييز فهو إلزامي، فما في نقاش. قاضي بيطار ما بيقدر يكفي الادعاء على القضاة، بيقدر يكفي الادعاء على الوزراء. غير أنه الاتهامات ضد القضاء مش كلها مزبوطة، وبعكس اللي قاله نصر الله، القضاء ما حجز عن نيترات الأمونيوم، إنما حجز على السفينة. ومش القضاء اللي أمر بتخزين النيترات بالمرفق، إنما موظفي المرفق والوزراء اللي تعاقبوا على الملف، وكلهم متهمين اليوم. ثالثاً مخالفة الدستور. والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءا بالدستور، لا أن يقفز فوقها. بعد عم تتحجج السلطة بالمادة 70 من الدستور لتقول إنه قاضي التحقيق مش هو المرجعية الصالحة للتحقيق مع الوزراء والرؤساء، وأنه هيدا شغلة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هيدا الحجة هدفها تنصب السلطة وكأن المرجع الصالح الوحيد لمحاسبة نفسه، وجعلها خارج أي مساءلة قضائية. بس المادة 70 بتنطبق على الإخلال الوظيفة والخيانة العظمى، ومش على جرائم القتل، والمحقق العدلي هو الجهة الوحيدة المخولة تفسير هالمادة وعلاقتها بالقضية يلي بين إيديه. أكتر من هيك، لقى شغل القاضي بيطار دعم من كل المرجعيات الدستورية بالبلد، من نادي القضاة لنقابة المحامين لمحاكم التمييز يلي رفضت كل طلبات الرد كونها غير قانونية. رابعاً التركيز على التفاصيل. طب بس سؤال، ليه ما بيقول؟ ليش تر؟ ما عنده شيء، هذا السر ماشي شيء. بيتهم بيطار إنه كل استدعاءاته هي لمسؤولين يمكن قصروا أو أهملوا، بس مش هن المتسببين الأساسيين بالانفجار، والقاضي عم يلاحقهم بدل ما يلاحق الأسئلة الأساسية يلي هي مين جاب النيترات ولمصلحة مين. هون المفروض نعرف أول شيء أنه التحقيق سري ونحن ما بنعرف عنه كتير، وأنه كل هالاستدعاءات العلاقة بشق واحد من التحقيق. والتحقيق هو 3 أقسام: وصول الباخرة إلى لبنان، بقاء النيترات بالمرفأ، وثم اندلاع الحريق والانفجار. اليوم نحن كل شيء عم نتناقش فيه هو بس الشق الثاني إذا ملاحظين. ليه؟ لأنه هيدا الشق الوحيد يلي ظاهر لإلنا، ولكن التحقيق متقدم جداً بالمراحل الأخرى. بس لنقدر نعرف بدنا نوصل للقرار الاتهامي، وبده ينسمح له يقدر يحقق بالجزء الثاني يلي هن اليوم عم بيعرقلوا. وما فينا نفصل ملف تخزين النيترات والتستر عنه لسنين عن ملف إدخاله لبيروت، خصوصاً أنه نفس الأشخاص والوزارات يلي تسترت على الملف
هي يلي طالبت بتفريغ السفينة، وهي يلي خفيت محتويات السفينة عن القضاء، وهي يلي حجزت على السفينة من الأساس. خامساً، الشعبوية. ولكن اليوم في عنا فرق كتير بين الشعبوية وبين القانون والدستور. عم بيتهاجم القاضي على شعبويته، والمقصود أنه عم بيشتغل ليرضي الرأي العام. الواقع هو العكس، الرأي العام لأول مرة من زمان مصدق استقلالية قاضي مستلم ملف بهالخطورة ومأمن له نوع من احتضان شعبي. يمكن بظروف تانية هيدي العلاقة ما تكون مريحة، أما بالوضع اللبناني فالاحتضان الشعبي هو المكان اللي بيستمد منه القاضي قوة ليواجه الضغوط السياسية، ولا يعرف أنه معركته ورفضه للتهديدات الحزبية منا مجرد بطولات فردية. سادساً، السفارات. هناك كثير من السفارات، هناك كثير من الدول، البيانات التي تصدر. هيدي التهمة الأخيرة هي التهمة اللي صار في قوى سياسية تستسهل ترميها بوجه أي حدا مش عجبها، إن كان جمعيات أو ناشطين أو قضاة. بالأول كان في شيعة السفارات، بعدين صار في المجتمع المدني العميل، وهلأ إجا دور القضاة المزعجين. تتكل هيدي الاتهامات على التكرار وعلى الحملات الإعلامية وعلى السلاح لتثبت حاله. الغريب أنه أصحاب هالاتهام اللي بيخافوا على التحقيق إذا طلع بيان من جهة خارجية ما بيخافوا على التحقيق إذا طلع تهديد بأبع القاضي من جهة داخلية. القاضي طارق بيطار مش هو القاضي اللي رح يصدر الأحكام، هو مجرد محقق عدلي رح ينتهي دوره مع انتهاء التحقيقات وإصدار القرار الظني، والمدة عليهم يمكن يطلعوا كلهم براءة بالمحكمة اللي رح تتعرض هي كمان للضغوط السياسية. بس حتى قرار ظني ما قادرين يتحملوا، يمكن لأنهم ما قادرين يشوفوا قاضي عنده سلطة خارج سلطتهم، ويمكن أكتر من هيك لأنهم بيعرفوا منيح مرفق بيروت وشو كان فيه بمرفق بيروت.